القصيدة الواضحة في تجويد الفاتحة، نظم الإمام برهان الدين الجعبري رحمه الله تعالى. بحمدك ربي أول النظم أبتدي، وأهدي صلاتي للنبي محمد، وبعد فخذ تجويد أم الكتاب كي تفوز بتصحيح الصلاة فتهتدي. ففي باء بسم الله حقق وسينها، فصف ولام الله رقق وشددي. وفخم لرى الرحمن ثم الرحيم واشددا، واحذر التكرير والحاء فاجهدي. ومالك خف ياء ويوم قصرنه، وفي الدين صندالا عن التاء واشددي. وإياك فهمز واشدد اليا مخلصا، عن الجيم ثم الكاف صله وقيدي. وفينا استعين النون فافتح وعينهك سرنك قاف المستقيم المحيدي. وههدنا بين عن الهمز والصرا، وفخم ومز في حرفه المتعددي. وأنعمت لا تلبث بنون وعينها، فأنعم عليهم بين الهاء وقصدي. ولا تمددن ياه كغير وغينه، فخفخاه كالمغضوب واسكنه ترشدي. وللضاد كالضلال جوده فارقا، لمخرجه ووصفه المتعندي. ولا تكسه لاما وظاء وجوزت، لعاجز حال ضمن وجه مبعد. وضاعف لمد الهاو للساكنين بل، لعارضه قصرا فوسط ومددي. وللألفات رققا وتوسطا، نفي الحركات واحذر المط تسعدي. وفي همزات القطع والوصل حافظا، على حكم إثبات وحذف محدد. ويجزئ وجه من وجوه خلافها، تواتر نقله فلطلاق قيدي. وشداتها 14 الوقف كامل، فبدء الرحيم الدين والتلو فازددي. وسن ببدء عم سر تعوذ، وآمين ناسب بعد خف قصر امددي. وأول نصفيها لتعظيم ربنا، وثان دعاء العبد لله فاسندي. فإن أنت حققت الذي قد ذكرته، تبر بفرض للقراءة مسندي. ولا رب إلا الله فاعبده مخلصا، وصل على خير النبيين أحمدٍ.